اهلا بكم اعزائي الطلبه في الجزء الثالث والاخير من مراجعه الوحده الاولى جغرافي. سؤال من ضمن الاسئله اللي ممكن نتعرض ليه في الامتحان، ما المقصود بكل منها؟ سؤال ما المقصود، بعرف المصطلح بقول هو ايه تعريفه جغرافيا. اول سؤال ممكن نتعرض ليه اسمه الزراعه الكثيفه. ما المقصود بالزراعه الكثيفه؟ الزراعه الكثيفه هي زراعه الارض اكثر من مره في العام الواحد لسد حاجه السكان المحليين من الغذاء. طيب سؤال تاني بيقول لي ما المقصود بالرعي البدائي؟ الرعي البدائي بقول هو نوع من انواع الرعي يمارسه سكان المناطق الصحراويه في مساحات واسعه من قارات العالم، زي ما خدنا قبل كده في قاره اسيا وفي قاره افريقيا الصحاري الحار. طب ما المقصود بالرعي التجاري؟ هو رعي الحيوانات الذي يعتمد على استخدام احدث الاساليب العلميه، وطبعا هنا بيعتمد على الحشائش سواء كانت سافانا او ستيبس. سؤال بعد كده بيقول ما المقصود بالنشاط التعديني؟ النشاط التعديني هو عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. ما المقصود بكل من الفحم؟ الفحم هو عبارة عن أشجار وشجيرات دفنت في باطن الأرض، ونتيجة الضغط والحرارة تحولت إلى مواد كربونية سوداء. ما المقصود بكل من البترول؟ البترول هو عبارة عن كائنات عضوية دفنت في باطن الأرض منذ ملايين السنين، ونتيجة الضغط والحرارة تحولت إلى مواد بترولية. ما المقصود بالغاز الطبيعي؟ الغاز الطبيعي هو غاز يوجد في أعماق بعيدة في سطح الأرض ويطلق عليه مسام الصخور، قد يكون في حقول منفصلة أو قد يكون مرتبط بوجود البترول. من ضمن الأسئلة اللي ممكن برضو أدرسها وأتعرف عليها في هذه الوحدة سؤال بما تفسر. أذكر السبب. بما تفسر، النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم، لأن الزراعة مهمة جدا في غذاء الإنسان، يرتبط معها تربية الحيوان، يستخرج منها المواد الخام اللازمة للصناعة زي القطن وزي المطاط وقصب السكر. سؤال تاني، تحتاج الزراعة الكثيفة إلى أيد عاملة كثيرة؟ لأنها بيدخل في عمليات عديدة زي بذر الحبوب وري المحصول وتنقية الحشائش. سؤال تاني بما تفسر، صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية في الزراعة الكثيفة طبعا بسبب ضيق مساحة الأراضي الزراعية. سؤال تاني بيقول توجد الزراعة التجارية والعلمية في نطاقات زراعية محدودة، لأنها إيه السبب؟ لأنها بتطلب زراعتها أماكن معينة، لأن الهدف منها هي الإنتاج التجاري الضخم والمكسب والتجارة. قلة التكاليف والعمالة الزراعية في الزراعة التجارية، قلة التكاليف والعمالة الزراعية في الزراعة التجارية بسبب ايه؟ بسبب انه بيستخدم فيها الآلات والأدوات الزراعية الحديثة واستخدام فيها الأساليب التكنولوجية الحديثة. طيب سؤال ستة بيقول بما تفسر ينتج قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا قارة أوروبا، لأن قصب السكر يوجد أو بيعتمد في زراعته على المناطق الحارة، أما قارة أوروبا هي مناطق معتدلة. سؤال تاني بيقول تركز زراعة البنجر في قارة أوروبا لأن أوروبا تقع ضمن المناطق المعتدلة. بما تفسر شهرة القطن المصري لأنه قطن طويل التيلة وناصع البياض. سؤال تاني بما تفسر قلة عدد القائمين على الرعي البدائي في قارة آسيا، هنقول لأن بدأ فكرة توطين البدو ومعرفتهم للبترول وزيادة نسبة التعليم في دول وسط آسيا. بما تفسر تحتل أستراليا والصين المركز الأول في تربية الأغنام، طبعا لتوافر الحشائش التي يعتمد عليها الأغنام. بما تفسر تعتبر أستراليا أكبر دول العالم في إنتاج الصوف، طبعا لوجود أغنام الميرينو ذات الفراء الكثيف. بما تفسر زيادة معدل استهلاك العالمي من اللحوم الحمراء، هنقول السبب وذلك بسبب ارتفاع مستوى المعيشة لجميع شعوب العالم. سؤال تاني بيقول تنتشر مناطق الصيد على سواحل القارات، لأن سواحل القارات بتوفر فيها العوامل الطبيعية اللازمة للصيد زي كثرة المواني الطبيعية وضحولة المياه وتقابل الطائرات. تحتل الصين المركز الأول في إنتاج الأسماك، لأن الصين موجودة على سواحل طويلة وبتوفر فيها الموارد الطبيعية والبشرية. تعد أندونيسيا من الدول المنتجة للأسماك، هنقول تقريبا نفس الإجابة، توفر فيها مقاومات طبيعية وبشرية وطول سواحلها. طيب توطن صناعة الألمونيوم في الدول المتقدمة، لأن الألمونيوم له مقاومات لصناعته متوفرة في ثلاث مقاومات زي واحد خبرة فنية طاقة كهربائية عالية
سوق خارجي لتسويق المنتج من الألمونيوم. يعتبر البترول أهم مصادر الطاقة، لأن يرتبط وجود البترول بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والبترول يمكن استخراج منه بعض مشتقاته زي البنزين والسولار والغاز. بما تفسر توسع دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة، هنقول لأن الغاز الطبيعي مميزاته سهل النقل ورخيص الثمن وغير ملوث للبيئة، وإنه بيستخدم في توليد الكهرباء ويستخدم في الأغراض المنزلية ووقود للسيارات. سؤال تاني من ضمن أسئلة بما تفسر بيقول لي: تطورت الصناعة تطورا مذهلا في الدول المتقدمة، طبعا بسبب استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة وظهور فكرة الاختراع والتنوع والتجديد في الصناعات المختلفة. سؤال تاني بيقول: توافر مراكز صناعية عديدة في دول أوروبا. تتوافر مراكز صناعية عديدة في دول أوروبا لأسباب. ليه؟ بسبب أولا التكامل الاقتصادي ما بين الدول الأوروبية وظهور الاتحاد الأوروبي والحماية الجمركية، كل هذا ساعد على أن دول وسط وغرب أوروبا تعتبر مراكز صناعية حديثة. طيب، سؤال ممكن نتعرض ليه برضو، سؤال: ما العلاقة بين كل منه؟ من ضمن الأسئلة أنقول: الرعي البدائي وانتشار التعليم بين قبائل وسط آسيا. العلاقة بين الاثنين، أن هنقول إيه؟ عندما انتشر التعليم وزاد في دول وسط آسيا أو قبائل وسط آسيا، هنقول بدأ يقل القائمين على حرفة الرعي البدائي. سؤال تاني بيقول: ما العلاقة بين التقدم العلمي والرعي التجاري؟ هنقول الرعي التجاري هو قائم على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة والأساليب العلمية الحديثة. ما العلاقة بين زيادة إنتاج الأسماك وتطور التكنولوجي؟ هنقول كلما زاد التطور التكنولوجي ووجود سفن مزودة بالثلاجات أدى إلى زيادة إنتاج الأسماك. ما العلاقة ما بين الألمونيوم والطاقة الكهربائية؟ هنقول الطاقة الكهربائية من ضمن مقاومات صناعة الألمونيوم. كده نوضحت العلاقة بين كل شيء وآخر. طيب، من ضمن برضو الأسئلة اللي ممكن أتعرض ليها سؤال: قارن بين القمح والقطن من حيث الأهمية وأولى القارات المنتجة. القمح والقطن من حيث الأهمية. أهمية القمح هنقول إن هو غذاء مهم جدا للشعوب، وبيدخل في صناعة المكرونة والحلويات وغيرها. أما بالنسبة للقطن، أهميته بنقول القطن ده بيستخدم في صناعة المنسوجات، أو خيوطه بتستخدم في صناعة المنسوجات، ويستخرج منه زيت القطن وعلف للحيوانات. أما أولى القارات المنتجة للقمح هي قارة آسيا، وأولى القارات المنتجة للقطن هي قارة آسيا. طيب، قارن بين الأبقار والأغنام من حيث الأهمية وأهم الدول المربية. الأبقار هامة ومصدر مهم جدا للحوم الحمراء والألبان، والأغنام أهميتها أنها مصدر للحوم والصوف. أما أهم الدول المربية الأبقار هي دولة الصين، وأهم الدول المربية الأغنام برضو هي دولة الصين. طب قارن بين الدواجن والأسماك من حيث الأهمية وأولى الدول المنتجة. الأهمية في الدواجن هنقول إيه؟ أنها مصدر اللحوم والبيض. أما أهمية الأسماك طبعا أنها مصدر بروتيني مهم جدا للإنسان، وبيدخل في العديد من الصناعات لحفظ وتعليب الأسماك. أولى الدول المنتجة للدواجن هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأولى الدول المنتجة للأسماك هي دولة الصين. قارن بين الحديد والنحاس من حيث الأهمية وأولى الدول المنتجة. الحديد أهميته أنه يستخدم في صناعات عديدة زي صناعة الحديد والصلب، وعديد من الدول المتقدمة بتستهلك نسبة كبيرة جدا من الحديد. أما أهمية النحاس بيستخدم في صناعة العديد من الأسلاك والأدوات الكهربائية. طيب، لما أجي أتكلم عن أولى الدول المنتجة للحديد هي دولة الصين، وأولى الدول المنتجة للنحاس هي دولة تشيلي. سؤال أخير في قارن بين، هنقول قارن بين الفحم والبترول والغاز الطبيعي من حيث الأهمية وأهم الدول المنتجة. الفحم هام لأنه بيدخل في العديد من الصناعات، ويمكن أن يتم توليد منه الكهرباء، وأنه هو عماد الثروة الصناعية في قارة أوروبا منذ أواخر القرن الـ18 وحتى الوقت الحالي. أما بالنسبة لأهمية البترول، البترول هام لأنه يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانه بيستخرج منه البنزين والسولار.
أم أهمية الغاز الطبيعي هو هام لتوليد الكهرباء ورخيص الثمن وسهل النقل ويستخدم في العديد من الصناعات. أهم الدول المنتجة للفحم هي الصين، أهم الدول المنتجة للبترول هي المملكة العربية السعودية، أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعي هي الولايات المتحدة الأمريكية. وكده أعزائي الطلبة نكون اتعرضنا لأهم الأسئلة اللي ممكن نتعرض ليها في هذه الوحدة، واللي بإذن الله مش هيخرج عنها أي سؤال من ضمن أسئلة الامتحان في أي محافظة من ضمن المحافظات. أتمنى ليكم التوفيق، تابعوني باستمرار واستنى تعليقاتكم وأسئلتكم، وإلى اللقاء.